هذا يسأل عن الحسد وخطر الحسد، حيث يقول أن هناك بعض القرابة لا يحبون الخير لي ويحسدونني في كل الأمور، فما هو توجيهك للحاسد؟ على الحاسد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يترك الحسد، وأن يتمنى للناس الخير ويدعو لهم بالخير. والحسد حذر الله منه في القرآن الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كما قال سبحانه في سورة المعوذات: ومن شر حاسد إذا حسد. نعم.